أهلا بكم. في هذا العالم هناك نوعين من المهن والوظائف، مهن عادية وسهلة ومهن صعبة ومرهقة وخطيرة، وفي بعض الأحيان تتحول المهنة إلى مغامرة لا تصدق. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم مجموعة مختارة من أغرب الاكتشافات التي عثر عليها عمال أثناء تأدية عملهم، ابقوا معنا. في منطقة استاد جامعة ريزا بولاية أوريغون الأمريكية، عثر بعض العمال أثناء تنفيذ أعمال البناء على عظام ماموث. ووفقا للحسابات الأولية التي أجراها العلماء على بقايا الحيوان القديم، قدر عمرها بما لا يقل عن 10,000 عام. ومن بين الاكتشافات كانت هناك عظام فخذ وعدة أجزاء أخرى، وقد تم العثور على بقايا الحيوان في الجزء الشمالي من الملعب. ونتيجة لذلك توقف العمل في الاستاد لبعض الوقت، لم يتم العثور على أي نشاط بشري أو بقايا أناس قدامى في هذا المكان. وتساءل العلماء عن كيفية وصول تلك العظام إلى هذه المنطقة، واقترح البعض أن هذا المكان ربما كان مستنقعا أو بركة اعتادت أفيال الماموث على الرعي بجانبها والشرب منها. وعلى الأرجح أن الفيلة المسنة كانت تأتي إلى هذا المكان لتموت، وبعد آلاف السنين تم بناء الاستاد في نفس المكان. في الصين، وأثناء إصلاح الخزانات، عثر على تمثال قديم لبوذا، حيث ظهر التمثال من تحت الماء عندما انخفض المستوى لأكثر من 10 أمتار حسب ما ذكر أحد السكان المحليين. ووفقا للبيانات الأولية، فإن عمر التمثال يعود إلى عهد سلالة مانج من القرن 14 إلى القرن 17. وفي افتراض آخر يقال أنه يعود لفترة سلالة إيوان من القرن 13 إلى القرن 14. وربما يكون ذلك التمثال هو بداية إشارة إلى كنز أثري كبير لم يكتشف بعد. تحت الماء بالقرب من التمثال عثر أيضا على أساسات معبد قديم. وفقا للسجلات المحلية يقع الخزان فوق أنقاض المدينة القديمة. وقد لاحظ علماء الآثار أن حالة التمثال جيدة وأن تفاصيل نحت الحجر واضحة جلية، ويبدو وكأن الإقامة الطويلة تحت الماء كانت في صالح التمثال، حيث ساعدت الماء على حفظ الموقع الأثري وحمايته من الأحوال الجوية والتأكسد. وفقا لمسؤول محلي، فقد تم نحت تمثال بوذا في الصخر لتهدئة التدفق السريع للأنهار المتدفقة معا. ولكن التمثال قد انغمر تحت الماء في عام 1960 عندما تم الانتهاء من بناء الخزان. ويقول شيخ القرية البالغ من العمر 82 عام، أنه عندما رأى التمثال لأول مرة في عام 1952 كان مطليا بالذهب. من المقاهي القديمة بلوس أنجلوس، مقهى كليفتون، والذي كان قد افتتح في ثلاثينيات القرن الماضي. وهناك كان يمكنك تناول وجبة غذائك خلال فترة الكساد الكبير مقابل مبلغ يمكنك تحمله. ومؤخرا عندما قرر المالك الجديد للمبنى تجديد المكان الذي قد أصبح مزارا سياحيا، عثر البناؤون أثناء القيام بالترميمات في أحد المراحيض النسائية على كشاف نيون تحت لوح من الخشب والبلاستيك، والذي ما زال يعمل حتى اللحظة. وعلى الأرجح أنه تم تثبيت الكشاف في عام 1935 بعد أن تم تحويل المبنى إلى مقهى على طراز الغابة، حيث كانت هناك لوحات جدارية مزودة بمصابيح نيون. ووفقا للمالك الجديد، فإنها معجزة أن يبقى مصباح مستمرا في العمل منذ نهاية الكساد العظيم وحتى يومنا هذا. فعادة لا تعمل مصابيح النيون لأكثر من 40 عام. ووفقا لتقديرات تقريبية، فخلال 77 عام استهلك المصباح طاقة كهربائية بمبلغ وصل إلى أكثر من 17,000 دولار. يعتبر فندق ويست بادن سبرينج نصبا تاريخيا في ولاية انديانا. وفي اوائل القرن العشرين كان واحدا من اشهر المنتجعات بالولايات المتحدة الامريكية، ولكن تم اغلاقه بسبب الازمة المالية، ثم تم تجديده فيما بعد، وبدأ في استضافة العملاء مرة اخرى في عام 2007 بعد مرور 75 عام على اغلاقه. وقد اتضح ان تاريخ ذلك المكان هو الاكثر ثراء، فاثناء القيام بالتجديدات عثر عامل على اساسات قديمة والتي اتضح أنها جزء من الفندق القديم الذي بني في عام 1855، والذي احترقت أجزاؤه الخشبية بالكامل تقريبا في عام 1901، ولكن الأساسات ظلت سليمة وبحالة جيدة إلى يومنا هذا.
عثر أحد سكان قرية إتشيكو في غواتيمالا على لوحات جدارية لحضارة المايا أثناء قيامه ببعض الإصلاحات في مطبخه، وقد أكد العلماء أصلية تلك اللوحات. بني المنزل في قرية إتشيكول خلال القرنين 17 و18، والنقوش على الجدران تصور مجموعة من الناس يرتدون أزياء هندية وإسبانية، ويعتقد الباحثون أن تلك الرسوم تمثل طقوس الغزو، تحديدا الغزو الإسباني لأراضي المايا، ويقال أن تلك الطقوس الهندية لا تزال موجودة حتى الآن. ويعتقد علماء الآثار أن تلك الجدارية نادرة للغاية وتحتاج للدراسة في أسرع وقت ممكن، حيث أن الصورة من الممكن أن تختفي بفعل تأثير الهواء والضوء. اكتشف عمال في مقاطعة جيانغسو الصينية مدفنا قديما عثر فيه علماء الآثار لاحقا على مومياء لأنثى. وفقا للخبراء فإن تابوت الدفن يعود إلى عهد أسرة مينغ منذ ما لا يقل عن 500 عام، وحسب رواية عمال البناء فإن الاكتشاف قد حدث بالصدفة أثناء قيامهم بأعمال حفر الأساس، حيث عثروا على سرداب قديم بثلاث غرف. وقرر العمال الانتظار إلى أن يحضر علماء الآثار والذين قاموا بفتح المقبرة بأنفسهم ليجدوا بداخلها هياكل عظمية وملابس تعود لعهد سلالة مانج، ومومياء واحدة لامرأة من عالية القوم، بالإضافة إلى خاتم مطعم بحجر نيفرت أليشم ومشبك شعر من الفضة وأكثر من 20 لوحة من القطن. وقد تم نقل المومياء إلى المعمل لإجراء المزيد من الدراسات عليها. أثناء القيام بأعمال بناء في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، تحديدا أثناء وضع أساس أحد الفنادق، عثر العمال على اكتشاف أثري مثير للاهتمام في باطن الأرض بالقرب من الشاطئ. وكان الاكتشاف هو سفينة خشبية قديمة مدفونة، وقد أظهرت الأبحاث أن تلك السفينة قد بنيت في ولاية ماساتشوستس في عام 1740، وفي نهاية القرن 18 نقلت إلى رصيف الإسكندرية وسرعان ما غطتها الأرض تصبح أساساً لبناء منازل جديدة. وعلى الرغم من أن اكتشاف تلك السفينة لم يكن ذا قيمة وقت ذاك، إلا أنها اليوم قد أصبحت بمثابة كنز حقيقي للمؤرخين. جدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف ثلاث سفن أخرى أيضاً تم بناؤها في منتصف القرن 18. وإلى جانب السفن، عثر علماء الآثار على الكثير من العملات النقدية والحلي وعظام الحيوانات وبعض الرموز المميزة للسجناء في سجن نيوجيت بلندن. في عام 2013 وخلال أعمال الإنشاءات في وسط بلغراد بصربيا، تم اكتشاف قنبلة جوية من زمن الحرب العالمية الثانية مدفونة على عمق 6 أمتار، وقد اتضح أنها قنبلة ألمانية الصنع وتحتوي على 620 كيلوغرام من المتفجرات. ومن حسن الحظ أنه لم يجازف أحد من العمال بالطرق عليها أو عن طريق الخطأ بأية أدوات ثقيلة. وعلى الرغم من أن رئيس قسم الطوارئ في العاصمة الصربية قد أكد على أنه لا يوجد خطر وأن القنبلة لن تنفجر، إلا أنه قد تم إيقاف العمل تماما وإخلاء المنزل المجاور والذي كان يعيش فيه 20 شخص وإجلاء المنطقة التي وجدت فيها القنبلة. وفي اليوم التالي تم نقل القنبلة إلى قاعدة عسكرية تبعد 70 كيلومتر عن المدينة، حيث تم تفجيرها بأمان. اكتشفت مجموعة من العمال في كولورادو عظام ترايسيراتوبس بالغ، والترايسيراتوبس هو أحد أشهر أنواع الديناصورات. تم اكتشاف عظام الديناصور في طبقة رملية بشارع في مدينة تورنتون، وهي إحدى ضواحي ولاية كولورادو دنفر. ويقول العلماء أن هذا الهيكل يعتبر أحد أفضل الهياكل العظمية المحفوظة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم العثور سوى على الجمجمة وعظام العضد حتى الآن. واعتقد أمين متحف الطبيعة والعلوم بدنفر أن عمر الرفاة أكثر من 66 مليون عام، وقد اكتشف الباحثون أن حجم الجمجمة يشير إلى أن الديناصورات التي كانت تعيش في منطقة دنفر كانت أصغر بمقدار مرتين من أقرب أقاربها في شمال وجنوب داكوتا ومونتانا، ولكن لم يعرف السبب حتى الآن. وفي عام 2014 قام مدير مطعم سيتي كريستيان تيبردوار بشراء فيلا في ميامي كانت مملوكة لإسكوبار بمبلغ 10 ملايين دولار، وكان يعتقد المالك الجديد
أن المكان على الأرجح مليء بالكنوز المخفية من سبائك ذهب وماس، لذا فقد قرر هدم المبنى للحصول عليها. ومن أجل تسريع العملية قرر الاستعانة بطائرة للبحث، وأخيرا تمكن العمال من العثور على خزنة تزن 317 كيلوغرام مخفية في أحد الجدران، وخزنة أخرى تزن حوالي 300 كيلوغرام. وقد أعلن عن الأمر وتردد أن إحدى الخزنتين قد سرقت مباشرة من موقع العمل. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الاكتشافات المذهلة تلك قد أثارت دهشتكم أكثر، وأخبرونا أيضا إذا كنتم قد عثرتم على شيء ثمين بالصدفة في يوم من الأيام. ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.